كابوتشينو مساء معكم، مرحبا من جديد، نهاركم زين، نهاركم فل الناس الكل. تود سويت نعملوا طلع على اهم ما جاء في صحفنا الوطنيه. لاحظوا انه الكل يحكي على الكارثه الانسانيه والتصعيد الاقليمي اللي يجهز 13 يوم من طوفان الاقصى. هذا جريده الصباح اللي حكيت عليها في العيون، واداه مقاومه دون سلاح شملت معناتها دولا وشركات تونسيون يدعون للمقاطعه الاقتصاديه لاسرائيل والداعمين لها. عضو لجنه دعم المقاومه الفلسطينيه اللي يقول للصباح الانسلاخ من المنظمات الدوليه الداعمه صهاينة وارد جدا. جريدة المغرب الصادرة لليوم اللي حكيت على العدوان، ما الذي يمكن للعرب فعله في ظل الدعم الغربي لجرائم الإبادة الجماعية ومساعي التهجير والمذابح ضد الفلسطينيين. وبالنسبة إلى المسيرة الوطنية، غدا نصرة للشعب الفلسطيني وهيئة المحامين تلوح بسحب عضويتها من اتحاد دول المحامين. تنرجع على هذا الموضوع، وبش نبدأ من هذه النقطة مع سفيان بن فرحات في جريدة الشروق. غرفة عمليات مشتركة مع المقاومة في غزة، حزب الله يدخل الحرب وسقطت الأقنعة عن الغرب. نطق رسمي باسم القسام أبو عبيدة يقول العدو في أسوأ حالات، وهذه فرصة الأمة في مخطط الأمريكان والصهاينة الحق غزة بمصر والضفة الغربية بالأردن. الاحتلال يخلي سفاراته في الشرق الأوسط. سفيان، نبدأ بحسب الله سي تفو، معناه أنه لاحظوا وأنه قاعد بشوي بشوي. أكثر حاجة مقلقة ممكن الكيان اليوم هو أنه حزب الله يدخل بتم تميمة في الحرب. هو الحق اللي لاحظناها البارح، أما وزير الدفاع الكيان الصهيوني العدو أو كذلك رئيس الحكومة نتن ياهو، خاصين نسميه نتن ياهو، فهمتني؟ نتن ياهو مشاو قابلوا جنود وحبوا عديوا صور متاع أنتم حاضرين ويقولوا نعم نعم، وأنت تشوف الانكسار في عيون الجنود ويلوحوا بالحرب البرية يمكن يدخلوا فيها اليوم ولا غدوة، وين نرى ممكن تتزامن مع المؤتمر اللي باش يعملوه في مصر في إطار تمويه وغيره. يحبوا يعملوا حرب برية. هما توا عندهم 13 يوم في هذه الحرب، حرب إبادة، حرب سحل، حرب كذلك تطهير عرقي، حرب قتل جماعي، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم ضد الأديان، ضد الإيديولوجيات، ضد الملل والنحل، كل شيء عاملينه في الأيام هذه. لكن لحد الآن هم مترددين في دخول الحرب البرية، يحبوا يستفردوا بالشعب الفلسطيني في غزة وحدهم ويذبحوا ويقتلوا ويعملوا اللي يحبوا ويعاودوا يحتلوا غزة كما كانت قبل، وناس كل تتفرج. ثم زوج معطيات أساسية في هذا. أولا، في حالة اجتياح بري إلى غزة ستكون أتعس من حرب لفيتنام بالنسبة لهم هما، كما عاشوا الأمريكان في فيتنام ولا كما معركة ستالينغراد وإلا يعني غزة جراد، سراييفو ولا سراييفو ستكون غزة جراد، يعني مقاومة رهيبة جدا. أولا في غزة، خاصة وأنه تعرف أنت نابليون بونابرت من أكبر التكتيكيان في الحرب في العالم، عمل غلطين، كان دائما يقول جنرال كبير يجب يفكر في كل وقت لو يجيني العدو من قدام على اليمين على اليسار شنو عمل. ثانيا يقول عمرك ما تدخل في حرب في ميدان اختاروا العدو متاعك. عمل الغلطة مرتين وقت يدخل موسكو، عملوا له حريق موسكو ثم هبطوا عليه اكبر جنرال اللي عانى منه الجيش امتاعه هو جاني غادي فيغ الشتاء والثلج وغيره. ونفس الشيء وقع مع الألمان في روسيا بعد أكثر من قرن، بعد عملية بالبروسا اللي عملها هتلر في روسيا. وثاني حاجة، وقت يدخل معركة واترلو اللي هي كانت نهايته في 1815، وقت الجنرال ويلينغتون اختار الموقع وغلبه. وانا مؤخرا مشيت مدينة واترلو ومشيت للبقعة اللي صارت فيها الحرب هذية، زرتها مرتين في الصيف هذية اللي فات. اليوم المقاومة هي اللي اختارت. اولا خلينا نقول وانه هجوم المقاومة ضد الصهاينة نهار 7 اكتوبر محضر على الاقل عنده عام، لو حسب المعلومات يقولوا على الاقل عنده عام، وبالتالي اكيد جدا عملوا السيناريوهات كل، يعني انسان لما يدخل ماركة يخو كل بعيد اعتبار كل السيناريوهات واسوأ السيناريوهات، يولي يفكر بمنطق عدوه
وبالتالي يستدرجك. دونك اولا وقبل كل شيء غزه لن تكون فسحه بالنسبه لجيش الاحتلال. واعين بيه هذا، واعين بيه، وعليكم متردين وخايفين، والبومباردمون دمر لو ماكسيموم بسلاح الجو لانه على الميدان واضح انه المعركه خاسره. خاطر هما اش حبوا من الاول؟ قالوا نعمل ترانسفير نهزوا الفلسطينيين الى سيناء، وقالوا من الاول تمشيوا للجنوب، كي مشيوا للجنوب ضربوا رفح باش يهربوا من سيناء. الجيش المصري الفض وقف معناها، وثم سؤال كذلك من الشعب المصري اللي تخلى على الاقدام معناها بالمئات بالالاف وهزوا المؤنة والعتاد الى الفلسطينيين في غزه، ما انتظروش حل المعابر وتسكين المعابر، ثم فيديوهات مرعبه هذا على هذا المستوى. ثانيا بعد قالوا ما خلصتوش، هاي ندمروا ونقتلوا ونضربوا المعنويات، وعندهم يعني قنابل جديده اللي هي تحب تضرب حتى ما يسمى مترو غزه، وهي مدينه بديله تحت غزه فيها مئات بالالف الكيلومترات اللي ضربوا اللي جربوها في اللي ضربوها في هذيك، وحتى البارح خدت التصويره نتاع الطائره اللي ضربت في مستشفى المعمدان. وهذا اللي جابوه من امريكا، امريكا عطات لهم به. توا هما ايش يحبوا يعملوا؟ يعرفوا اللي غزه باش تكون، دونك هما يحبوا يدخلوا غزه، يعرفوا ما يجموش باش يحتلوها، لكن يحبوا يوسعوا الشريط العازل، ومدينه عسقلان اللي فيها 168 الف صهيوني فرغوها. فرغوها، اشدود كيف كيف. فرغوا المدن كلها اللي في صحراء النقب، ما يسمى بغلاف غزه يعني شرق غزه. كلها فرغوها. وعندهم توا 360 الف جندي يحبوا يهبطوهم. هذه المعطى الاول، غزه لن تكون فسحه ولن تكون شم النسيم، ستكون فيتنام بل 101 2 3 الف فيتنام كما قالت شي جبال. هذه حاجه. ثانيا هناك جبهتين اخريين باش يتحلوا، هنا باش نشوف حزب الله. اولا جبهه المقاومه في رام الله وظفر الغربيه. المناطق اللي هي تحت الحكم الذاتي ما بين ظفرين. اللي شبه رئيس البلديه اللي بدون مخالب اللي هو رئيس عباس. فهمتني؟ وكذلك في فلسطين الداخل يعني بلد 48 يعني في الجليل، في مرج بن عامر، في يافا، في حيفا، في اللد، في كافه المناطق هذيك، في الناصره، في بيت لحم، في كافه المناطق التي ضمت الى اسرائيل ولا الى الكيان هذا الصهيوني يسمي روحه اسرائيل، واللي كذلك عندهم ما عندهمش هويه الا هويه اسرائيليه، يعني عنده كارد انديتي وعنده باسابورت اسرائيلي. هما 3 ملايين تقريبا عربي يعيشوا غاديك، هذوك باش يدخلوا في جبهه المقاومه. ثانيا المقاومه اللي باش تجي من لبنان ومن جولان، اساسا من لبنان. حزب الله تتذكر كان عندهم وزير الدفاع اسمه امير وقت قامت حرب 2006، قالوا تذكر اسمي يا نصر الله، يا اخي قعد الناس يذكروا في اسم الحسن نصر الله. سفوا التراب في حرب 33 يوم وانتصر حزب الله انتصار كبير وانكسر الجيش الاسرائيلي. وشفنا صور وروبورتاجات انذاك لما خرجوا من لبنان في حوله وفي بوابه فاطمه وفي الناقوره وفي قانا وفي صدقين وفي نافوره في الناقوره وغيره، الجنود الصهاينه يبوسوا في التراب بيقولوا يما يما باي باي لبنان، باي باي لبنان. الان من المنتظر وان حزب الله بالقوه الضاربه نتاعو مش يضربهم من لبنان، باش يضربهم من داخل فلسطين. هل حزب الله بالتهديدات الامريكيه، وشفت انه البارجات وغيره وتهديدات على اعلى مستوى حتى من الداخل في حد ذاته، لانه تاريخنا في الخيانات ما شاء الله تعرف مليح، انت بتبع مليح الخيانات اللي موجوده على مدى التاريخ، بالخيانات اللي ممكن تكون موجوده من داخل البيت، والتهديدات الامريكيه والغربيه وحلف الناتو، ينجم يدخل بطم تميم حزب الله في المنطقة؟ سؤال مشروع تترخى، الناس تحب تفهم، ينجم يدخل علاش؟ لانه حزب الله هذه التهديدات موجوده في سوريا ودخلت في الحرب في سوريا، وبين انه عنده قدره قتاليه كبيره جدا في سوريا، والنظام السوري باش شد بالجيش العربي السوري، وشد كذلك بمدد نتاع حزب الله اللي هو يستند كذلك الى قوات ايرانيه. على فكره بربي يقولوا حزب الله صنيعه ايران، حزب الله ليس صنيعه ايران. اولا ايران كلها صنيعه لبنانيين، تاريخيا ايرانيين حتى القرن السادس عشر كانوا كيف نحن السنه الصفويه. مشاو جماعه لبنانيين ردهم فيها. مشاو من جنوب لبنان. يعني تاريخيا علاقة الإيرانيين باللبنانيين هي كما تقول علاقة الأمريكان بالإنجليز،
اصل الامريكان بيسول من عديد الامم، لكن الانجليز هما المكون الاساسي، فهمتني؟ واللغه هي الانجليزيه، انجليزي امريكان يسموه. اولا، ثانيا، حزب الله حزب مقاوم وطني، ليس حزب طائفي. يعني هما يقولوا هذوما الشيعه، لانه تكونت حركه المحرومين. انا كنت في لبنان انا صغير ونعرف مليح حركه المحرومين، وكان عندهم وقتها موسى الصدر، وغاب في ليبيا وقالوا جماعة الفاع، لكن يمكن تم اغتياله هناك وقت نظام القذافي. ثم عملوا ألوية المقاومة اللبنانية حركة المحرومين، وظهرت أول ما ظهرت حركة الرئيس نبيه بري، فهمتني؟ أول ما ظهرت هي حركة نبيه بري، أو كأنبيان يقولوا نبيه بري نتورك، فهمتني؟ في لبنان. ثم طلعوا حزب الله، وصلت بيناتهم صراعات كبرى في البداية، فهمتني؟ وصارت اقتتالات حتى بيناتهم في الاخر. الان الطائفه الشيعيه بالحق في لبنان اللي مسيطر عليها هم زوج احزاب فحسب، هم حزب الله وحركه امل، هي اللي بتاع امل. لكن انت تعرف اللي اكبر حليف كان بتاع حسن نصر الله شكون؟ ايميل لحود. صحيح. اللي هو جنرال وقاوم السوريين وتنفيه مدة طويلة. من التحالف بين أمين لحود يعمل تسونامي 2005 لما طلع في الانتخابات، وكذلك حزب الله هو اللي منعه أنه تصير حرب أهلية في لبنان، لأنه لبنان تو ندخلوا فيه نهار آخر، بلاد كانت فيها مرجعيات قبل، يعني معناها تأسيس لبنان كانت تسمى شخصيات وزنة اللي هي كانت تلعب دور وسيط بين مختلف الطوائف. الآن أرجو هذا حزب الله لما دخل الحرب 2006، احنا نذكره، كنت تذكر امين شو خرج نصر الله على الجزيره قال لي يا جماعه تفرجوا بلجه اسرائيليه سنقصفها، وتقصفوا طون ديريكت في التلفزه بتذكره. لا هو قوه اتصاليه رهيبه جدا، ايوه، ومعناتها الى جانب الميدان ممكن ممكن حربيا السلاح مش تلقاه عندهم، هما اكبر عندهم اخر تكنولوجي وغيره، ولكن اتصاليا انتصار رهيب جدا، بث الرعب معناها الانقلاب السوري سميت عليها ما عادش تجيها. دونك عنده بويسونس دو فو كما قلت، قوه قوه ناريه كبيره، وعنده كذلك حرب البسيكولوجية، ذا سكند باتل فيلد، اللي هي الميدان الرئيسي للحرب، هي الحرب البسيكولوجية مع العدو، مع الحلفاء، مع الاعداء، مع العام تاعك وغيره، قوي ياسر. دونك حزب الله لما باش يدخل معركة ستكون معركة مدمرة، خاصة انه الان عندهم صواريخ كورنيت. شنو اللي يسمعوا فينا تعاود مرتين؟ شنو الصواريخ هذه كورنيت؟ هذه صواريخ كورنيت يعني ان ال بي جي، معناها تحط لها اربع دبابات تصفوا مع بعض. وشفنا احنا صواريخ ياسين اللي عند حزب الله، اللي عند المقاومه الفلسطينيه، عند حماس وعند الجهاد. اللي شفت الميركافا، انا شفت بلد الميركافا، بلاد ميركافا كي تتحرك قدامك تقول زلزال كي تجي قدام. شفت البرج بتاعها في التصاور، عاودوا وشوفوا البرج بتاعها يطلع في السماء، يطلع 6-7 متر في السماء، البرج بتاعها يوزن 21 كيلو، يضربوه بهذيك وفاه درجة حرارة نتاع يخرجوهم محروقين، فهمتني؟ دونك ثم جبهة أخرى باش تتحل. دونك زيادة على غزة اللي هي كما قلت لك ستكون غزة جراد على وزن ستالينجراد، باش الأراضي المحتلة وبلد 48 فلسطين، خط الداخل الخط الأخضر يسموه، يعني الكيان الصهيوني وين مختصب ومسمي دولته المغتصبة. وكذلك حزب الله بيان سور عنده سند إيراني، إيران الآن ما دخلتش المعركة ومش داخل المعركة، لكن إيران عندهم السند والمدد، لأنه إيران الآن أصبحت دولة، لأنه إيران يحكم في العراق، وإيران متحالفة مع النظام السوري، وسوريا عنده حدود مع لبنان، وبالتالي إيران هي بعيدة عن المتوسط آلاف الكيلومترات، تلقى روحها عن طريق العراق وسوريا ولبنان في خط الواجهة مع الإسرائيليين. دونك هنا باش تدخل يمكن الحرب النظامية، الحرب الإقليمية، واللي حكى عليها بوتين توا ثلاث ايام ولا غيره، وعاود حكاها البارح، يقول ان غير نيكليير تكتيك، حرب خاطر ثم الحرب النوويه الشامله عملها مؤقت، لكن هيروشيما وناغازاكي كانت حرب نوويه تكتيكيه، يعني في رقعه من محدود. دونك اليوم الحق باش يقراوا الحساب الف مره اكيد جدا. والكيان الصهيوني اللي يقول يعني هذا في تصريحاته انه حزب الله قوي 10 مرات اكثر
من حماس. والبارح اش قال رئيس قائد الاركان جيش المحتل مشى قبل الجنود وقال لهم يا جماعه حضروا روحكم معناته انتفعوا باش ندخلوا، وقال لهم حزب الله كان يفكر باش يعمل حاجه فلينظر الى غزه الان، يعني احنا باش نضربوا. هنا انت جبت قبيله في سؤالك على جماعه الداخل، يعني سمير جعجع والجماعه ذوك المتحالفين معاه وغيره بداوا ديجا يسخروا في البلاد. ساعه فيهم واحد سمير جعجع قال اه حزب الله ما تدخلش المعركه، ما تدخلش بنا في المعركه. وعنده واحد اخر اسمه باسل من جماعته قال حزب الله ماهوش يستعمل سلاح لانه لا يهمه قضيه فلسطينيه ولا اي شيء، يعني هما ديجا متنقلين في بعضهم وبداوا يسخروا في البلاد كحكيته الجبهه الداخليه، لانه لبنان هو بلد كونوه الفرنسيس عام 43 جاب وقتها بشارع الخوري وشخصيات وازنه وغيره وهولي اللي هو تنذكروا حسيلوا فهمت، وكونوا لبنان وحبوا يقنعوا اللبنانيين المسلمين وانهم لبنانيين والمسيحيين انهم عرب، لانه كانت ثم نظريه حبوا يعملوا المارونستان، قالوا لهم لا انتم المسيحيين انتم المارونيين ولكم اصلا فينيقيين وتعملوا دوله وحدكم. دونك لبنان هي تركيبه ضعيفه وتعملت في اتفاق الطائف، وجاو قالوا رئيس الجمهوريه لازم يكون مسيحي وليس الجيش مسيحي، كان فيكتور خولي وكان جماعه، ورئيس مجلس النواب لازم يكون مسلما شيعيا، ورئيس الحكومه مسلما سنيا، ومن بعد الاتصالات عند هذاك والاشغال العامه عند هذاك، عملوا اتفاق الطائف عادوا عملوا نفس الشيء. البناء في لبنان هو بناء طائفي ليس بناء حزبي ولا غيره فهمت، وبالتالي حزب الله الان ماهوش حزب شيعي فحسب بل حزب وطني، لان تلقى معاه جماعه حزب الجوعي، جماعه حزب العمل، جماعه الناصرين المستقلون المربتون، جماعه الاكراد. والتجربه في الحرب الاخيره اللي صارت مع الكيان الصهيوني وشفنا حتى في تبادل الاسرى وغيره عطاء معناتها بعد وطني وبعد اقليمي قومي والضبط، يعني تنجم تقول وطول. اللي هو معناها كان جي هكا شيماتيك مون، خليني نحكيو خاطر العباد يفهموا بلي سامبول فور. نصر الله لشكون يشبه؟ العبد الناصر ولا الخميني؟ لا يشبه العبد الناصر يشبه الخميني، هو زعيم عربي يحكي. على فكره يخرج يحكي لو سي نصر الله سي تقف من بيبي صغير اللي في الروضه الاكبر شيخ موجود مبدع في مبدع 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 هو يعرف يتكلم ولا اما ديما الكلام تاعو كردي، وهما يحبوا كيما تو محمد الضيف اللي نسج على منوله يحبوا يقتلوه، يحب الاستاذ خالد مشعل سموه ووقتها ملك الاردن دخل بجابوا له الانتيدوت ومنعوه خالد مشعل سموه في الاردن صحيح. هذا ما وصلولوش محمد الضيف، نصر الله ما وصلولوش. نصر الله انا نذكر في حرب اجتياح لبنان ثم صحافي اسرائيلي اللي هو يولي افنيري قابل راس عرفات وهم حاصرين بيروت على الخامس جهه، يعني بحرا وبرا وجوا من كافه الجهات وشبه الجزيره معناها وين الروشي وشارع الحمراء ونهج فردان وغيره. تعرف وين لقى عرفات؟ لقاه ولا خطوط العدو يبات في كلهبه تحوس به ولا خطوط العدو يلعب في الشطرنج ويقود في المقاومه. يعني نصر الله يمكن يعيش تو ما تعرفش عليه، بالك لو موجود في في في, في داخل الكيان الصهيوني تحت الارض عندهم انفاق 40 متر تحت الارض، وبالتالي المعارك هذه كل يحسبوها ألف مرة. لكن على ما يبدو البارح الرئيس بايدن روح لأمريكا وقال أنا باش نطلب إمداد من اليوم نهار الجمعة مدد من الكونغرس باش نعاونوا حليفتينا الأساسيتين اللي هما أوكرانيا وإسرائيل ويقرع في طبول الحرب، ويمكن تقع حرب والحرب ستكون لها نتائج وخيمة على الناس كل بين فيهم باش نحسوا آثارها أحلى. لا أكيد ما فيش كلام، وكعلاش لازم نرجعوا الأمور واحدة على جميع المستويات خاصة على الأكل متاعنا والأمن الغذائي متاعنا والأمن الدوائي متاعنا، هكا علاش لازمنا من توا مانيش قاعد نرى في هياكل الدولة تلم في أولادها يجي نقعد ونلقاو الحل في صورة ما تسكر العالم وكا ولا لا سفيان، هذا اللي لازمنا نخدم والله عليه. والله حق ما نعرفش بالضبط لكن اكيد جدا، وانه انت تشوف حتى معناها توا الغاء مثال الجسوسيه كنا نتمناه واحنا لا غلط ودي غلط انا نرجع له لا باش نحكي لك اللي هو تحسب اني باش يصير الايامات الجايه لو تنجم تكون اثارها كبيره. الجزائريين لو نحاو كافه مقابلات كل تقدم لي عندهم مخابراتهم عندهم معلومات يعني ثم ترتيبات ما نعرفش بالضبط شنو هي، لكن احنا الان في لحظه في مفترق كبير غدوه باش يقع مؤتمر كبير في القاهره. مش يحضروا فيه 40 دولة تقريبا
والملتقى هذا كنت حاب نعطيك عليه بعض. نهضوا عليه بعد شويه بعد لحظه ناخذ فاصل ثم نتواصل. أورانج تونس وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي يحطوا على ذمتكم خدمة SMS باش تتبرع لشعب فلسطين. أبعث هلال على الرقم 1810. أبعث مرة ومرتين وساند شعب فلسطين. ثم تسمعوا في كابوتشينو على كابا فام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. وفي قراءة للمشهد بعد ما حكينا على حزب الله اللي دخوله للحرب هذا وارد جدا الدخول المباشر بطبيعة الحال، وبالنسبة إلى اجتماع تقريبا اللي منتظر غدوة الحي في مصر، اجتماع على أعلى مستوى، شو اللي نجم يقدمه هذا الاجتماع؟ المواقف تقريبا شفناها كل بلاد لازل روحها شوية وممكن تتعامل مع مسألة من بعيد. المواقف اللي شفناها معناتها حتى من مصر من السيسي واضح قال لك ليه بتجيبهم ليش نهزهم عندك غاديك وكان برا غادي بعد علينا البلاء، شو اللي نجم يقدموا؟ لا مش بعد علينا البلاء، الفض خلينا نحكي الفض شو معناها بعد البلاء؟ جاو قالوا له تقبل فلسطينيين في بلادك، قال لهم لا مش بعد علي البلاء، ما نقبلش التهجير، ما نقبلش الترانسفير، وهذا الجيش المصري موقفه واضح، فهمت؟ ما يدخلش مصر الحرب هذيك حاجه اخرى، اما فيما يخص التهجير لتفض الجيش المصري والسيسي وانه يقع ترانسفير الى صحراء سيناء، هما قالوا نهزوا فلسطينيين غزه الكل صحراء سيناء، بعد فلسطين الكل تحطوا بغادي ويفرغوا فلسطين من ملايين المواطنين اللي يعيشوا فيها. قمه القاهره للسلام هذه اللي على ما يبدو باش تنعقد غدوه السبت 21 اكتوبر وباش تشرع 18 دوله بالاضافه الى امين عام الامم المتحده انطونيو غوتيريس اللي وصل المنطقة رجاء على ما يبدو وأمين عام جماعة الدول العربية. بالنسبة للرؤساء ثم حضور مؤكد من السيسي ملك الأردن يعني رئيس مصر ملك الأردن محمود عباس ماكرون رئيس وزراء العراقي أمير قطر وأمير الكويت ورئيس موريتاني تمت لدعوته لأن بلاده ستحتضن قمة عربية أول نوفمبر حول التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس التركي رجب طيب أردوغان على مستوى الوزاري أو أكثر المغرب والبحرين وألمانيا وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وزراء الخارجية في معظمهم. إسرائيل على ما يبدو ستشارك بوفد دبلوماسي في حين تزال دعوة إيران قيد الدرس الأرجح من شيعته. أمريكا قد يعود رئيس بايدن مجددا أو لأسباب صحية يمثله وزير الخارجية. روسيا والصين عندهم مبعوثين للشرق الأوسط. أهداف القمة وقف إطلاق النار قضية الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية وأخيرا إعادة أحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين وحدود 67. تونس ما هيش موجودة يعني تونس ما هيش من بلدان التوق وغيرهم ما عاش علاش باش توجد الأخرين داخلين في العملية بطريقة أو بأخرى. الجزائر بلاد ما مش موجودة فهمت. البلدان الاخرين اللي عندهم سفارات عيطوا لهم كما المغرب. هل عادي انه اليوم ما تعيطش البلاد كيف ما تونس اللي خارجه موقف واضح ما تعيطش البلاد كيف ما الجزائر؟ لا باش نقول لك العمليه الجزائر معناها بقوتها الاقليميه. انا باش نقول لك انا قراءتي الشخصيه ها هو مشى المؤتمر هذا للسلام وانا ذاك باش تبدا العمليه البريه. انا قراءتي الشخصيه اي نحضر نعطي موقفي انا ولا علاش ما يتمش استدعائي؟ لا ما فهمتنيش رأي العملية كأني من داف للفلسطينيين وللجماعة الكل. هاي إسرائيل باش تقعد في مؤتمر سلام وباش تبعت حتى مبعوثين ويمكن أنا ذاك باش يبدا الاجتياح البري. العملية راهي غادرة بيان سور. تونس والجزائر ما عيطولهمش لأنه إما الدول الخليجية المتبعة ضد المغرب ضد البلدان الطوق المتخاذلة ضد يعني تونس عندها موقف بيان سور ما عيطولهمش تونس والجزائر لانهم موقفهم موقف وطني فهمتي على عكس الدول الاخرى المتبعين. انت شفت معناها الدول المتبعه ماشي 31 توجي 10 الدول العربيه اللي متبعه اللي عندهم سفارات 7 ولا قديش كرموا واللي متبعين في السر موجودين. زد على ذلك اغلب الدول اللي تم استدعائها هي الدول اللي فيها قواعد امريكيه فهمت؟ تم قواعد أمريكية في كل هذه الدول
يعني البحرين والامارات وقطر والسعودية كلها فيها قواعد ملكية، والقواعد الملكية ستشكل الغطاء الجوي لعملية الانزال البري الاسرائيلي في قطاع غزة. وبالتالي احنا ماشي باش هو كما تحضر في خير في محضر سوء كما هذا. من نعتبر انه العدو الصهيوني ممكن باش يستغل هذه الفرصة بحضور وفد دبلوماسي متاعه وكأنه قاعد حول معناها طاولة سلام، وتتراخى الأعين وتتراخى كذلك الاستعدادات للمقاومة، وهو وقتها يدخل إلى غزة علما وانه العدو لو الهدف نتاعو يحب يقزم جزء من غزه على الشريط الحدودي خاصه شمال غزه والمنطقه الشرقيه، ويعمل منطقه عازله باش ينجم يحب يرجع المستوطنين الصهاينه اللي عايشين في صحراء النقب او في عسقلان او في المغتصبات المستوطنات يسميها هما اللي موجوده حول غزه. دونك واللي يتلم مليون واش معناها اسرائيلي. دونك اليوم يعيطونا ما يعيطونيش مش هذه المشكلة، معناها خاطر كان باش نحضروا زاد ينجم يكون موقف زاد منهم هما مش منها احنا ولا منها احنا زاد انا توا فسرت قلت لك موقف منهم هما موقف تونس والجزائر اللي قال هما قالوا حل الدولتين، موقف تونس والجزائر قال لك لا تونس ما يقرا واضح قال لك الحق نتاع الفلسطينيين هما باش يرجعوا الى حدود 67. ونعاود نجبد لك توا الدول كي تشوفهم هما ماخذين موقف فهمت؟ اي سيدي هاو شوف شكون امين عام جماعه الدول العربيه اما بالنسبه عندك الاردن ومصر وعباس وماكرون والعراق وامير قطر وامير الكويت ورئيس موريتانيا قلت لك لانه ستحتضن القمه العربيه ورئيس مجلس اوروبي ورئيس التركي اردوغان والمغرب والبحرين والمانيا وبقيه الدول الاعضاء في مجلس الامن واسرائيل باش تشارك معاهم وايران ما دعاوهاش. دونك هما ماخذين الموقف يخلي ياخذ موقف واحنا احنا نبكي ونقول لهم ربي عيطوا لا 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 با دي تو لا مش هذا هي انا على ما يبدو بالنسبه لي من داف والمؤتمر هذا معناها ما يكون عنده حتى تاثير واللي قاعدين يقوموا به الاسرائيليين توا المصريين ازالوا الحواجز في العريش وفي محيط رفح وتو تشوف معناها انا مانيش من منهم اللي قاعد نشوف فيه عند العدو واللي شفته البارح في الكونفرنس دو بريس نتاع الرئيس بايدن هي باش يدخلوا في حرب في السويعات الجايه نتاع انزال بري او اجتياح بري لقطاع غزه وباش تشعر بالكدا باش يكونوا فما قوات دلتا الامريكيه مشاركين في هذه العمليه. ايه قوات امريكيه قلت لك ديجا هو الطيران الامريكيه البارح بركه وصلت البارح وصلت طائره مدجه بالاسلحه للكيان الصهيوني من عند الامريكان والامريكان موجودين عندهم اسطول وباش يزيدوا يقويهم والانجليز باش يدخلوا مباشره يعني تدوير القضيه وارد جدا. المساله لو توا احنا في وضع رجراج وفي وضع عصيب جدا يعني ما تنجمش تعرف يعني شكون قال لك يا سيدي ما تضربش البلده الامريكيه؟ انت مش تعرف يعني اخي هما توا الفلسطينيين ولا اللبنانيين ولا المقاومه باش يقعد يتفرج فيك ويقول لك مشي لي زونجلي تيغي لي برومي معروفه هذه مقوله مشهوره قبل كانوا كي يتقابلوا الجيوش كانوا اللي يضرب الاول يقعد من بعد يعمل في السلاح نتاعو يحط البودر مالا جاو الفرنسيس يواجه مع الانجليز قالوا له مسيو لونجلي تيري لو برومي عليه خاطر يتيريو عليهم السالفه ويقعدوا يحضروا في الواحد يعبوا هما يبداو يتيريو عليهم وقت فهمني مش يعملوا له مسيو لونجلي تيري لو برومي باش يحلوا له مواجهات الكل. انا دخلت في حرب وحرب اباده والعالم اجمع ضدي شو تحبني نعمل؟ اللي قدامي نضربه هذيك وخاصة يستعملوا تقنية حرب العصابات والحرب معناها يسمونها غير سيمتريك الحرب غير النظامية واللي فيها مقاتلين وناس يخرجوا لكم تحت الأرض وناس ينطوا لك من السماء وناس عندهم صواريخ يضربوا بها المدرعات وناس تحلك جبهات أخرى. دونك أنا أنتظر وأنه إذا كان الكيان الصهيوني باش يدخل في حرب الاجتياح البري هما نفسهم قالوا حتى نتنياهو قال يا جماعة باش تكون طويلة وباش تكون شقة يعني بني هما متاكدين وانه الحرب مش سهله وانه اذا كان تم حماس كان ينتظر في هو لولا المقاومه الفلسطينيه لو الانزال البري لو قاع
تو عنده 4-5 أيام، لكن ما وقعش. يعني الهجوم اللي قامت بها المقاومة على المستوطنات ودكة خطوط العدو هذايا الهجوم صار نهار 7، اليوم احنا لو نهار 20، يعني هدوة كان عشان تكتمل أسبوعين. وبالتالي تقول ليش أسبوعين يحضروا؟ انت شوف حتى الصور متاع رئيس الكان أو وزير الدفاع الإسرائيلي أو رئيس الحكومة نتنياهو في مع الجيوش، تشوف الجيش منكسر شكله، مش شكل حرب هكا عن معنويات منتفعة ومرتفعة وغيره. والمقاومة لحد الآن ما نجموش يضربوها، واستشهدوا منها استشهدوا ناس. لو ثم ناس لحد الآن دخلوا نهار 7 ولحد الآن قاعدين يقاوموا، موجودين داخل خطوط ما يسمى بالكيان الصهيوني، قاعدين يقاوموا توا. ثم اللي بدلوهم في مشارف عسقلين، عندهم مجموعة مقاتلة بتوا 3 ولا 4 أيام، جابوا جماعة آخرين في بلاصتهم وهم مشاو يرتاحوا. يعني مشاو عليك اللي ثم حاجات العالم ميدانيا الامور ما هيش واضحه للراي العام الدولي، كما قاعدين يصوروا بطبيعه الحال، كما صوره نتاع الفيكتيميزاسيون نتاع اللي قاعدين يعديوا فيها في وسائل الاعلام الغربيه الاوروبيه الفرنسيه بالتحديد والامريكيه والبريطانيه. قاعدين نراو البارحه شفنا سيريل حنونة كيفاش يبكي ويتالم ويتاهه، وقاعدين نراو في تنرجع على ممكن زاد الرأي العام الأوروبي كيف يؤجج في الشارع متاعهم بصور وبحكايات غالطة، كما قصان نتاع روس نتاع 40 طفل وكذا والجدات وغيره. على كل واضح وأنه الأمور مهيسال معقدة جدا. الموقف الوطني التونسي الجزائري أيضا واضح، موقف ليبي الحقيقة رسميا ما منش قاعدين نراو في حاجة كبيرة. على مستوى الميدان واضح وأنه الشعب الليبي رافض، مش من اليوم رافض، منذ البداية رافض هذا العدوان. احنا كرأي عام زاد وطني وكمسؤوليتنا في الإعلام كصحفيين وغيره واضح أنه هذه قضية مبدئية أساسية، وإحنا اليوم في حرب، واحنا اليوم بيناتنا الدم، احنا وهذا الكيان الصهيوني. ما ننساوش، ما لازمش ننساو انه بيناتنا الدم، جاوا ضربونا في عقر دارنا. لك علاش حرب طويله المدى تبدا منذ الصغار، انه نربيو صغارنا على حب الوطن وحب فلسطين. نواصل بعد الفاصل.